متأخرين اليوم في دخلة المطبخ، راح أسوي معاكم اليوم وصفة أتوقع إنها واضحة، بسوي معاكم مطازيز. وصفتنا برعاية ثمار العقيلات، الخضار حقتنا اللي استخدمناها جايتنا من مزارع القصيم الصحية، مرة كيوت وتجنن. هنا عندي القرع، بعد قرع القصيم، وأيضا راح أستخدم البهارات، بهارات من ثمار العقيلات. راح أستخدم البهار المشكل وبهار اللحم والكركم وبديل الماجي، وراح نحتاج اللوم الأسود لأنه يعطي طعم مرة جميل. في ثمار العقيلات عندهم مطازيز تجنن 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 حقتهم، بس للأسف كل ما وصيت أحد أبدا ما لقوه، وأكيد نحتاج قطع اللحم وبنحتاج بصل. الخضار حطوا اللي تبون من الخضار، بس ما يحطون فيها هم بطاطس، لكن أنا يمكن أحط بطاطس، بس الأصل ما فيها بطاطس علشان ما تثقل لي المرق. عاد أنتوا حطوا اللي تحبونه، فلا حد يجي يقول ما فيها بطاطس، ترى هذا احنا قلنا ما فيها بطاطس. في المطازيز عادة يقطعون الخضار قطع كبيرة، بينما في المرقوق تقطع الخضار قطع صغيرة. الخضار المستخدمة زي ما قلت لكم اللي تحبون، بحط القرع والباذنجان، استخدمت نوعين، والجزر والكوسة والبصل، وممكن تحطين فص راس، كذا راس ثوم عدل حسب الرغبة. للسرعة اليوم بستخدم، طبعا فيه طماطم وعجون طماطم نسيت أجيبه، للسرعة اليوم بستخدم لا إله إلا الله قدر الضغط، عشان مرة متأخرة بستخدم قدر الضغط الكهربائي أو أي قدر ضغط عادي أو حتى قدر عادي، بس أني أنا متأخرة صراحة فبستخدم قدر الضغط. هنا قطعت، جبت معجون الطماطم، أضفت زهرة. هنا عندي، راح نبدأ أول شيء راح نكشن اللحم وراح أضغطه تقريبا 20 دقيقة، وبعدين بحط الخضار والمطازيز وأضغطها مرة ثانية تقريبا حول 20 دقيقة 25 دقيقة، وبتكون وصفتي جاهزة. هنا جهزت معجون الطماطم، وهنا قطعت الخضار كلها، طبعا الباذنجان بقطعه بعدين عشان ما يسود، باقي الخضار كلها موجودة. بضيف زي ما قلت لكم بطاطس، بس هو الأصل ما ينضاف لبطاطس، عاد أنتوا براحتكم. عموما أول شيء رح نسوي بنكشن اللحم ونحط عليه البهارات والمعجون ونخليه يطبخ شويات، بنشوف الطريقة مع بعض في قدر الضغط. أول مرة بنضغط 20 دقيقة، وبعدين برجع أحط الخضار والمطازيز وأضغطه 25 دقيقة وبيكون جاهز. أول خطوة رح نحط البصل، كمية البصل في المطازيز تكون كبيرة، فأنا بحط هذه وبقطع الحين كمية ثانية زيها، برجع لكم أحتاج أكثر. هذا قلت لكم بزيد البصل، كمية البصل تكون راهية، طبعا واضح لكم إن أبونا من غير شر ما هو فيه كمية البصل اللي سويناها، أتخيل شكله وهي طالع سنابي قول يا رب، يعني كأنه تنتظرني بس أسافر عشان تدور بالبصل. المهم الوصفة سهلة، مو أول مرة أسويها معاكم، بس بإذن الله بتحبونها. كشنوا مرة مضبوط، وكل ما تحمر شوي بيكون أحسن، قدر عادي أو قدر ضغط كله يضبط، بس قلت لكم أنا مرة متأخرة. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، خلوا ياخذ وقتها في التكشين أحلى شويات، وبضيف اللحم في هذه المرحلة. راح أبدأ بإضافة قطع اللحم، هم قطع اللحم هنا تكون أكبر من من المرقوق. في هذه المرحلة راح أبدأ بإضافة قطع اللحم، هم قطع اللحم هنا تكون أكبر من من المرقوق. نحط قطع اللحم ونحمسها شوية، أقلبها شوية، أهم شيء تنصدم بالحرارة عشان تطلع لي القطعة جدا طرية، بس قدر الضغط إن شاء الله ما يضرها. راح نضيف الطماطم مقطعة، بصراحة أنا ما عندي طماطم فاستخدمت طماطم معلبة، وراح أضيف معجون الطماطم ما يقارب علبة كاملة. بعلمكم سر من أسراري قد قلت لكم، بس بقول لكم يا بعد شوي، طبعا وحمس 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 لا تحمس. المهم خلونا نحمسها عدل مدل وارجع لكم. الان في هذه الاثناء بحط بهاراتي، اول شيء راح استخدم بديل الماجي، بحط منه مقدار ملعقة كبيرة، بنحط بهار مشكل، بهاراتي كلها من ثمار العقيلات بكون كريمة فيها، وعندي بهار اللحم ريحته مرة حلو فحبيته،
فايضا بحط منه لومي اسود. الملح مو الحين بنحطه، جبت اللومي الاسود انا ما كنت حاطته، بحط منه شويه يعطي طعم كذا حلو، حموضه كذا حلوه جميله يعني. هم عندي بعد لومي اسود حب، بحط منه حبتين. الملح يا بنات بعدين، خليني بس اقلبها كذا تاخذ النكهه، وبعدين بعلمكم السر اللي احطه. تعرفونه دائما اقول لكم اياه في المرق، ضيفوه. يمكن امهاتنا ما اكتشفوه من قبل، فعشان كذا لا تقولوا لي ما نحط، احنا ما ادري مين ما نحط. انا احط، هذه مطازيزي فانا كيفي فيها. حبايبي عشان يعطي مزازة ونعادل حموضة المعجون، اما تحطين سكر او قمر الدين. بالنسبة لي قمر الدين اللي نحطه في رمضان احلى، ويعطي كذا مزازة ولذاذة اكثر. حطي شوي وقلبيها تقليدة تقليدتين، ثم حطي الموية. انتبهوا لما تجون تحطون الملح بعدين، الملح ماني حاطته الحين، بحطه بعدين مع الخضار والمطازيز. الان راح اضيف الموية، ولو حسيتها شوي راح ازيدها واضغطه زي ما قلت لكم، بس 20 دقيقة، لانه بينضغط مرة ثانية 20 دقيقة او 25 دقيقة او حتى 30 دقيقة بعدين، فبيستوي كل شيء، بتطلع اللحمة ذايبة. الان راح نضغط بنات 20 دقيقة، بس 20 دقيقة، لان على مرحلتين. في واحدة من صديقاتي ما شاء الله تبارك الله حطت المطازيز واللحم والخضار كلها مرة واحدة وضغطتها 30 دقيقة، خفت اغامر تنهرس الخضار، فقلت خلني على مجنوني والطريقة اللي عارفها. هنا ما شاء الله تبارك الله خلص وفكيناه، فرغنا من الهواء. راح الان اضيف الملح، انا لاني ما ضفت الملح، الحين راح اضيف الملح، وراح اضيف الخضار حقتي كلها. حطوا الخضار اللي تبونها، وراح نضيف المطازيز. في هالمرحلة بنضيف المطازيز، بس طبعا راح نضيفها بهذا الشكل بشكل عشوائي، بس علشان ما ابغاها تتلصق. وبعدين راح نضغطها 25 دقيقة، خلوني احطها كلها. هنا ما شاء الله تبارك الله، هذا حطينا المطازيز وحطينا كلش، الان راح اضغطه 25 دقيقة وخلاص. اهم شيء نتاكد ان كل شيء اوكي، الملح زين وكلش زين، ونضغطه وخلاص. هنا ما شاء الله تبارك الله خلصت مطازيزنا، شكلها تشهي. ذا هي خلصت مستوية، وهذه خضارنا ما شاء الله تبارك الله.